السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، بتغطيه من قناه الايام الفضائيه لمهرجان النجمه الذهبيه الذي حمل اسم الفنانه القديره زهره الربيعي. هذا المهرجان مختص لتكريم بجائزه درع الابداع والتميز للاعمال الرمضانيه التي اقيمت في رمضان المنصرم. خليكم معنا. انا وين استحكي علي وراد خابر حكينا عليك اوكي قال مو اللي يكتب عليهم هم لازم يقول اجلك بالاول والاخير انا ممثل صح فلازم اكون وين ممثلين يعني صح المنتج ولا المخرج يروح وانت تنطي اجور زينه هي بس المشكله المنتج المنتج صار خلاف بين حامد المالكي الكاتب مال الاعمال وبين القناه وتوقف المسلسل لحد الان الاعلامي رسلان حداد عن برنامج شو تحب مع رسلان من قناه الايام بداية نقول مبروك حبيب الله يبارك فيك فوزك كأفضل برنامج في شهر رمضان برنامج تحب وأيضا مبارك قناتنا على اعتبار أنه قناة الأيام وجائزة لكم نعم احنا أنا أكبر بيكم وأنتم أخوتي وأتعلم منكم الله يحفظكم إن شاء الله مبارك إلى كل القائمين على قناة الأيام من أصغر واحد لأكبر واحد الأبو صالح السيد الزين المدير العام إليك محمد سلماني كل الأخوة الى الاخ سعد من الخارج الى المعيد الى كل الاخوه اللي قدموا ابسط كلاس مي هذه جائزه هي لهم وانا اقل لكم لا انتم التواهد منا انا اتشرف عائله الايام ان شاء الله دائما بهاي الوجوه هي الايام تحس بها جد شايف بيت الجد شو يصير هو بكل حنين حنين فملقاهم طيبتهم حقيقة اشتغلت في وايد قنوات كل قنوات محترمة وكل حبيتها لكن الأيام لها الطابع الخاص بالقلب لأن ملقاهم يخبطون هو المعدل أنت معدل مباشر احنا نجي على شو تحب خلي شوي نذكر مشاهدينا بهذا البرنامج أكثر الحلقات اللي كانت أنه بصدارة المشاهدات الرائجة بصدارة المواضيع اللي كانت مطروحة الحمد لله والشكر طبعا سيد زين كان صاحب الفكرة وصاحب الاسم أنا يعني قلت له لكن هو أصر على الاسم والاسم ضرب واسم حلو شتحن خلال كل النخب اللي استضافيناهم كان مراهن قال نجيب ضيوف نخب مهمة والحقيقة شفت الضيوف كلهم نخب كلهم أسماء مهمة أضافوا الرسلان كل الضيوف اللي إجوا كانوا متفضلين يعني لا تعليق بعد يا السيد النظر إلى وجهه عباده قبل 83 أنا مقرب إيه وأنا بالابتدائية عرفت إنه الفن يدرس يعني معقولة قلت هاي الفن وبيني وبين نفسي قلت لازم أروح محل فنون جميلة الإمام السيستاني والنعم منكم نعم قالك إنسان مسالم صح. مثل علي بن أبي طالب بالصورة الصحيحة شكراً إليك شكراً إليك شكراً إليك أبرز يعني أصعب الحلقات اللي عديتها بذاك الموضوع والله ديش الفترة قدمتها ديش الفترة والله إن كل حلقات أحبنا يعني فد شيء حلقة معتز بيها أنا اعتز بحلقة الأديب الأستاذ جابر الكاظمي يقول رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال باعتبار أديب الطف كاتب 2500 قصيدة الباسم الكربلائي هاي الأسطورة تربينا على قصائد على هاي فتدور الأيام ويكون ضيف عندك وتحاور هذا شرف ما بعد شرف خادم الحسين رسلان الجمهور تعود عليك ببرنامج خصة ببرامج رمضانية مواقف أو فخ خلينا نقول لكن أنت بهذا الموسم قدمت برنامج يمكن الأول يعني أول برنامج تقدمه لا مو أول يعني بالنسبة كرمضان كرمضان أنا برنامج أنا مقدم تقريباً 25 إلى 30 برنامج هيك برنامج بيجي موسم وتهويته كسل اللي معروف عند الناس مطالب وغيره لكن أنا مقدم صحف مقدم برامج فنية مقدم حتى برنامج سياسي اللي هو البرنامج تاج الديمقراطية تحرير أنا أحكي على الموسم رمضان راهنت إنه مو فقط مقالب نطلع بشيء مهم والمقالب لها جمهورها لكن الناس وين ما أروح هسه لحد الآن شو محضر لنا مقالب وين ما أروح مليت مواقع التواصل إن شاء الله نحضرهم شيء حلو زين وش محضر بالأخير؟
والله بعد نجي زمان حظ بعد بالله ان شاء الله خير على رمضان ان شاء الله خير يلا ان شاء الله بكم البركه التوفيق ان شاء الله تحيه الى المدير عام سيد زين الحيدري الى ابو صالح نعم. اخونا الى كل الاخوه تحيه لهم بحجم ابداعهم وتحياتي وقبلاتي لك تعلاوه تخبر فدوى القلب وانا بالنيابه عنهم اقدم لك تحيات بوسات فدوى القلب شكرا جزيلا نعم مشاهدي الكرام متواصلين معكم بتغطيتنا من هذا المهرجان خليكم معنا استاذ ستار السلام عليكم وعليكم السلام مبارك لك حصولك جائزة الابداع والتميز عن دور بنات صالح شخصية جمال شخصية جمال صح اعطيني انطباعك عن هذا المهرجان بداية وخلينا نتحدث عن دورك بهذه الشخصية اللي جسدتها بالفن الحقيقة هو المهرجان كرنفال وانا نعم. اعتقد هذا الكرنفالات مهمة للفنان العراقي اولا لأنه هو يأخذ ثمرة جهوده تعرف إحنا مرات يعني ما عندنا تواصل كثير ويا الناس صح مرات نضحك باليوتيوب وكذا بالفيسبوك بس تبقى هذه تزيد من اتصالك ويا الإعلام الإعلام شوف أكثر القنوات هنا موجودة وتغطي هذا البرنامج أنا أعتبر هذا كرنفال وهذا مهم يعني وثانيا أنت تلتقي بأصدقائك وزملائك والإعلاميين سواء المذيعين أو المقدمين أو معدين البرامج أو الممثلين وهذا مهم يعني ربما متأخر المهرجان بتوقيت ها توقيت المهرجان ربما متأخر لا هو ما متأخر يعني هو يعني على الأعمال الرمضانية إيه هذه مال رمضان الماضي يعني رمضان الماضي نعم رمضان أعتقد يتوقع قيد العمل إلى أن تجي الأعمال الأخرى برمضان نعم. يلا تطلع على هذه الأعمال الأخرى طيب بهذا الإطار وبهذا الحديث أريد نعرف أنه شنو العمل الجديد لرمضان المقبل أنا نعم حقيقة أنا لازلت بعد ما مختار ما مختار يعني أكو عروض على الطاولة أكوش مشاريع عمل بس لازلت أنا بعد ما مختار عربي عراقي يعني واحد عربي والآخر عراقي بس بعد ما أعرف لازم أعرف الشخصية وإذا المشكلة أنا إذا نعم. لازم أحب الشخصية قبل الله يسلمك صلاة بالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله دائما نشوفك بمنصة الإبداع والتميز لا تنسى شكرا جزيلا الله يسلمك نعم مشاهدي الكرام متواصلين معكم من مهرجان النجمة الذهبية في دورة الرابعة خليكم فاطمة قول مبارك هيك مهرجانات لتكريم المبدعين والمتميزين خصوصا انه بالاعمال الدراميه بالشاشات التلفاز والبرامج والباقي والله انا دائما لهكذا احتفالات دائما للشباب نعم لانه الشباب هو مستقبل نعم. العراق وهم الجيل وهم امتداد عندنا وتشوف في اغلب المهرجانات اللي يقدموها الشباب انا اكون حاضر رغم كل الظروف اللي عندي زين. أكون حاضرة اليوم داعم. كم ممثلين لكم باع طويل جاي يشوفون انه المهرجانات تحمل دوراتها تحمل اسماءكم شنو شعوركم هذا المفروض الدور مو يكون من المؤسسات الحكوميه على الاقل وزاره الثقافه وزاره الشباب المؤسسات الحكوميه ما لها علاقه وبعيده جدا عن هكذا احتفالات نقول هم المفروض لكن احنا ما عندنا يعني ما عندنا مفروض ما عندنا عندنا اجتهادات وبعيدين عن هذا المجال ولهذا تشوف ترجي نعم. كثير من الاعمال او العراق كان بعد مصر بالدراما العراقيه ووصلنا بالمسرح احنا بالصدارة المسرح العربي مو بس المسرح العراقي السينما وصلت الى يعني خلي استثمر وصلنا الى العالميه من خلال فيلم المساله الكبرى ف يعني الان يوم السينما والدراما السينما والدراما اليوم نقدر نقول بالصداره افضل مما كانت في السابق العراقي لا ابدا احنا وصلنا جاي تقولون وصلنا لا يعني ما وصلنا ايش قد يحتاجنا احنا تردينا نعم بس احنا نبقى يعني نتفائل عسى القادم ان يكون زين لشبابنا لهؤلاء نعم. الشباب اللي يشوفهم جاهدين ان يفعلون هكذا فعاليات واهم شيء بهذه الفعاليات هو اللقاء بعضنا حلو يعني يا اللقاء ما عندكم يعني كنا نلتقي بالاعمال ماكو بالنقابه مثلا مو انت من تلتقي بعمل يعني فشيء طابع رسمي علماً علماً تقدم العمل نعم. لجمهورك نعم للناس اللي نعم. يتابعوك يعني دائما انت عندك خدمه الى جمهورك ان توصل له معلومه ان توصل له يعني ترسم له فرحه حلو.
للجمهور عندما يشوفون الجمهورنا أعمال عراقية واصلة إلى مستوى القادم. شنو الجديد؟ أنا ما عندي عمل الآن، يعني لحد الآن ما. ليش؟ ربما شوف أنا أي عمل إذا ما بي رسالة أو هدف إنساني أو معلومة إن كانت عربية أو عراقية فما يعني حسب وجهة نظرك يعني أو قناعتك أنه الأعمال أكثريتها حالياً الجاي تصدر بالشباب ما بها رسالة ومعلومة؟ نادراً؟ نعم. هذا مؤشر خطير؟ لا نادراً، هاي حقيقة مو نعم. أني أقول نعم مو بس هذا مؤشر خطير على الدراما العراقية. الدراما العراقية الآن ما مو دا أقول لك إحنا الدراما مساواها كانت الظاهر الدراما العربية والظاهر كنا نجي بعد مصر مباشرة من الدراما. إحنا اليوم وين؟ وفق هاي يعني التسلسل العربي إحنا وين الآن؟ بيا مركز؟ ما عندنا مركز. حتى الأخير ما؟ أي ما. حتى الأخير؟ إيه. أدنى من الأخير؟ أي ما عندنا. مو انت يعني هسه هاي مهرجان وعندنا افضل وتميز وابداع يعني ذول شنو؟ شوف انا ما دا احكي على المهرجانات لا ما دا احكي على المهرجانات جاءت وفق اعمال قدمت قدمت احنا طموحين انت ما تقيس يعني عمل او عمليا هم وصلوا الى مستوى جيد لا احنا طموحين تكون اعمالنا اغلبها مثل ما كان زين بعض الممثلين من يوصل مرحله عذرا يعني على هاي المفرده يعني يباوع الممثلين الصغار بتكبر والدليل على ذلك اليوم احد الفائزين قال كلمته بالمنصه قال انا اتمنى انه تعطونا ملاحظاتكم تعطونا مثلا نصائحكم اللي موجوده هاي الاليه اليوم جالس عاملون بها مع الشباب يفرز نفسه صدقني يعني اكو شباب رائعين نعم يعني من كل العنصرين نعم بس فرص كثيره لهم ومهمه ماك مو احنا عندنا كل الامكانات الان كليه الفنون معهد الفنون يخرج العديد خلل سيناريو اعداد وين تنفرز بالممثلين لكن فرص عديده ماكو حتى انت تقدر تفرز الفنان الجيد او الكاتب الجيد فرص ما فرص ماكو قليله فرص ماكو اي فرص بالعراق لو على مستوى العرب لا بالعراق انت باوع الدراما الخليجيه الدراما السوريه الدراما اللبنانيه فوقوا علينا ما من احنا كنا موجودين ما كانت هذه الدراما ممكن الانتاج موضوع الانتاج الى انتاج هو روح الامر الكاتب اذا دعم حكومي مو فقط حكومي دعم احنا ما سوينا شركات انتاج احنا منو قصدي احنا العراقيين ولا الممثلين لا العراقيين كم تمام احنا ما سوينا ثقافه تسويق يعني ما سوقنا بوقت اعمالنا فنحتاج الى شركات نحتاج الى مسوقين نحتاج الكثير لانه توقفنا كثيرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدي الكرام تواصلنا معكم لكن يحق لي بالوقت الحالي انه اقول انه الحصه الاكبر اليوم بمهرجان النجمه الذهبيه كانت لآفاق شلونك إيهاب؟ الحمد لله الله يسلمك شكرا جزيلا شكرا أولا مبروك الله يبارك بيك الله يحفظك يسلمك شكرا جزيلا لك وشكرا لك الله, الله يسلمك اليوم خلينا نتحدث عن البرنامج اللي فزت بك بجائزة الإبداع والتميز برنامج حديث الساعة نعم. وبرنامج هو 5 حلقات بالأسبوع يتناول مواضيع مختلفة خدمية سياسية اجتماعية ثقافية يعني كل المجالات الحمد لله يعني بعد هذا الجهد كله حصل جائزة بالتوفيق والله تستاهلون تخاف شلون استفسار مبروك الله يبارك ما شاء الله افاقنا هم داخلين بالعمق يعني بعد هذا تميزهم وابداع هم حلوين وهم فايزين ودرع ابداع وتميز يعني الشباب اللي موجود عندنا بقناه افاق بما قدموه نعم. على مدار السنتين اللي مضت كانت جهود كبيره جدا مو مجامله مو لاني يعني ايضا اعمل نعم. بقناه افاق لكن بمقدار متابعتي ومشاهدتي للشباب بتقديم برامجهم ذات البرنامج الميداني البرنامج اللي يشمل جميع مفاصل الحياة السياسي الاجتماعي الخدمي كانت في مقاطع وأوقات ترندات صعدت ما ننسى دور العلاقات يعني لا طبعا بعد موجود اللي علينا احنا خلف الكواليس هاي لازم ما يعني لازم تحكوها خلف الكواليس لكن هم فعلا هم مبدعين هم صنعوا نفسهم ووضعوا بصمتهم وخلوا برنامجهم واسمهم فعلا بصمة في ظل ما موجود من خلال القنوات الفضائية وأيضا البرامج اللي هي تكون خدمية أو ميدانية
حطوا بصمتهم بتعبهم وجهدهم. وانا شهادة اكثر ان شاء الله. وانا شهادتي مجروحة بيس. الله يحفظك. افتخار يعني هو يحكيها للعلن يعني انهم خلف الكواليس لكن حقيقة جهود جبارة جاية تبذلها من اجل نجاح الحلقات نجاح البرامج. نجاحهم هو نجاحنا. نعم. احنا دائما نقول انه اللي يحضر امام الكاميرا هذا نجاحه مقترن ايضا بنجاح من هم موجودين خلف الكواليس ككل بدون استثناء وبدون ذكر اي اسم وصفه حتى لا يزعلوا عند البقية لان الكل ما دام انهم حلقة واحدة. نعم. بالعمل اكيد راح تكون الثمرة اللي نجنيها هي النجاح والتوفيق ان شاء الله. اشوفكم بجميع المهرجانات. شكرا لك. منصات الابداع. اتمنى لك التوفيق ايضا. شكرا جزيلا. ايهاب احنا تحدثت عن دور العلاقات بس توفيق ما تحدثنا عن دور العلاقات. احنا خلينا نعرف قبل لا ندخل بموضوع الجائزة. الله يسلمك توفيق. تدور قلبه. وشكرا لقناه الايام. لا واجبنا هذا. احنا مرينا فتره احنا نصور احنا برنامج ميداني. نعم. مرينا فتره صورنا بدوائر الدوله. حلو. الثقل الاكبر كان هو امانه الله مو لين امامها انا احكيها خلف هذا الشيء. نعم. الثقل الاكبر كان عند ست افتخار. دور العلاقات. دور العلاقات. نعم. اكيد دور مهم ومشكوره ست افتخار اللي هي ساندتنا من بدايتي لحد هذا اليوم. ممتاز. هي معانا مو امامها احكي امانه. نعم. الله. فاشكرها واشكر الزملاء وايضا ياسر زميلي هو هم قدموا لنا نفس البرنامج الى حلقات ولي حلقات. احنا برنامج ميداني ويا الناس. واو. مناشدات المشاكل اللي يتكلمون بها الناس الحمد لله اليوم هذه الثمره اللي حصلناها اللي هي ثمره البرنامج. شكرا لك واشكر ايضا المنظمين على هذا المهرجان. تستاهل ياسر. انا حس اي تعال يمي تعال يمي تعال وياك تعال يعني بالبداية يعني أقول لك شكراً جزيلاً لك لأنه جيت وصورت ويانا. لا واجب هذا تستحقون أنتم اليوم من نشوفكم متميزين مبدعين تستحقون أنه ننقل هذه الصورة للناس. أنت صديق وزميل ويعني أنا اليوم يعجز لساني عن وصفك لأنه من تكون أنت موجود ويانا وتغطي هاي النجاحات اللي نجاح من نجاحكم يعني. الله يحفظك. بس أنا حكينا أنا وياك يمكن نعم ذكرنا هذا الموضوع قلنا أنه يمكن من أصعب البرامج هي البرامج الميدانية هو أنا هذا لأنه أنت تعرف ومعايش هاي الأجواء. نعم. ومعاني هاي المعاناة اللي بالميداني. نعم. لما يجيك أحد ممكن ينطيك المساحة الكاملة ويحكي وياك وعنده معلومات ويجيك أحد لازم أنت تحكي وياه ثقافات متنوعة. نعم. مشاكل. نعم. متنوعة مختلفة يعني. صحيح. لازم تكون جاهز. لازم تكون جاهز لازم تكون محضر رد لأي سؤال. نعم. يجيك لازم تكون محضر سؤال إلى شخص اللي ما يعني كثير من الأمور لما تكون مقدم برامج ميداني وهاي أنت أكثر شخص تعرفها لأنه عايش نفس هاي الأجواء وتعرف المعاناة شلون تكون والحمد لله وشكر كانت نتيجتها وثمرتها انه حصلنا جائزه التميز والابداع الحمد لله يستحقون التميز والابداع الله يحفظك التوفيق زميلي توفيق وياي ونفسي انا نفس البرنامج. نعم. مكو عزازيات ولو بالعكس يمكن عزازيات هو شوف بين الولد والبنيه يصير مقدم شوف يمكن اكثر اشخاص متفاهمين او زملاء واخوه. نعم. انا وتوفيق والحمد لله وشكر يعني انه ابيض وانت اسمر ولو اثنينكم بيض تختلف اي عافية عليك طبعا توفيق يعني انا وياه من زمان وعلاقتنا به اخوه يعني. نعم. انا اخوه الجوائز نكون يعني التكريم يكون سويان وياه نجاح البرنامج واحد انا وياه والحمد لله وشكر دائما سبحان الله هي هاي ثمره جهد وتعب وطبعا اليوم قناه افاق كانت حاضره بهذا المهرجان ندل على شيء يدل انه قناه افاق لها متابعيها لها الناس اللي تشوفها الحمد لله وشكر ثبتنا مصداقيتنا انه نكون القناه الافضل يعني بالساحه يوم الجوائز هواي ما شاء الله الحمد لله وشكر المفروض تعزمون الناس اليوم على قوز يعني انا همني قبل ان نعزم الناس على قوزي ابارك الايهاب يعني ست افتخار اليوم الحمد لله وشكر يا برا قوزي انا حلاوه بس اريد اقول شيء واحد بالمحصلة أنه أكو أربع جوائز اليوم. نعم. القناة آفاق. نعم. هذا جهد فريق عمل كامل. نعم. إدارة موظفين تحياتنا للجميع هذه الجائزة مو بس لنا. نعم. الجائزة كل زملائنا لأنه أنت من تكون فريق عمل واحد فعلا. ناجح أنت بالأخير إحنا بالشاشة نطلع بالنهاية فعلا نكون احنا مترجمين الجهد الحمد لله جهود الحمد لله هذا فضل من رب العالمين شكرا طبعا لكل بالتوفيق. الإدارة ولكل الموظفين عاملين بالقناة بالتوفيق إذن بالتالي مشاهدي الكرام إحنا نتمنى التوفيق لجميع القنوات التي تسعى وبشكل أو بآخر أنه تقدم محتوى هادف محتوى يليق بذائقة المتلقي العراقي وبالتالي اليوم مثل ما جاي نشاهد يعني العديد من الجوائز حصدت عليها قناة آفاق وهذا ندل على شيء يدل على أنه ثقافة المحتوى ونوعية المحتوى لا أنسى أيضا أنه
دور العلاقات التفتخار. متواصلين وياكم؟ خليكم. استاذ جاسم مبروك هذه الجهود. شكرا. وهذا الحفل يعني اليوم ظهر بصوره تليق، لكن خلي ابدا بدايه بما انه انت اليوم مشرف الحفل، دور الدوره الرابعه اليوم يا اسم ضمت وتحت يا عنوان. اول بدايه اهلا بك استاذ علي نورتنا. الله يسلمك واجب. اهلا وسهلا بقناه الايام الفضائيه، والف مبارك لقناه الايام لان لها كان لها حصه الله يسلمك بهذا التكريم لاحد برامجها للاعلامي رسلان. طبعا هذا الموسم هو الرابع استاذ. نعم. علي ارتئينا انه هذه السنه تكون الدوره باسم الفنانه القديره زهره الربيعي. نعم. مجموعه جدا كبيره، حاولنا يعني ناخذ من كل قناه اعلامي يكون مميز على مود يتكرم بهذه الجائزه. تعرف يعني هو اليوم العنوان. نعم. افضل مقدم، افضل ممثل، نقول الافضل الابداع والتميز، وانما هي جائزه للابداع والتميز. نعم. احنا عنوانا قلنا جائزه النجم الذهبيه. نعم. لان مثلا من اجي اقول علي الافضل، اجوز اقول افضل من علي. نعم. بمجاله الاكثر قدره الاكثر امكانيه، لذلك ما تقدر تقول انه ما نريد نقول الافضل. تمام. فاذا شفتوا اكثر الاسماء اللي ذعناها كبرامج كفنانين. نعم. قلنا جائزه النجم الذهبيه لمثلا خضير ابو العباس عن دوره بمسلسل. نعم. فلان. نعم. فلان بدوره عن فلان عند على الدور. نعم. الاعلامي عن برنامجه بالقناه، فهو هذا كان الموضوع. لان انا ما اقدر اقول الافضل، تعرف زين الافضل اليوم هي صعبه. طيب البعض اللي يعرف اللجنه اللي اختارت هاي الاسماء اللي موجوده، اللجنه من مين تكونت؟ نعم. هذا طبعا الحفل هو بالتعاون مع معهد قلقامش التاهيلي للاعلام. نعم. المعتمد كمعهد باتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقيه. زين. طبعا كانت موجوده احدى الاعلاميات دون ذكر اسمها من هذا المعهد، بالاضافه الى الفنانه زهره الربيعي، بالاضافه الى وجودي اني. بس انا شنو دائما اقول علي، احنا من نجي نكرم. نعم. او نختار شخص مو تقييم، يعني انا من اجي اخابر علي اقول له عندك تكريم، مو قيمت اليوم اكو لجنه لو ما اكو لجنه. طبعا موجود بس اللجنه اختارت ما قيمت، لان اكو فرق. زين. ليش؟ لان احنا ذكرنا بالبدايه من اجي انا اقول الافضل. نعم. يعني من اقول علي الافضل اقول افضل منه، من اقول زين. جاسم اقول. نعم. افضل، فاحنا اختارينا ما قيمنا، لان اختاريت. التقييم يعني مو فد شيء. الاليه اللي اختاريتوا بها يعني. نعم. وفق المشاهدات وفق التفاعل. لا 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 لا. وفق شنو؟ لا لا لا. شنو الاليه؟ لان احنا اذا نريد كمشاهدات. نعم. نجيب جماعه الترندات على السوشيال ميديا. نعم. مو صحيح. نعم. نقدر نسوي بيه ضجه. زين. هذا الحفل يعتبر نخبوي، ليش؟ لان قناه الفرات موجوده، قناه افاق، قناه الايام. نعم. الشرقيه، اليو تي في، قناه العراقيه. شلون صار الاختيار على افضل مقدمه؟ مو الافضل، اختيار يعني اختيار مقدم. يعني اختيار برنامج مثلا نقدم من قناه شفتوا الايام. البرامج. نعم. مثلا من قناه الايام نقدم اسمين نختار. نعم. اسم. نعم. من قيم نختار. نعم. مثلا قناه الشرقيه خلينا اربع برامج، اختارينا برنامج. نعم. هو اكيد البرنامج من نختاره هو راح يكون الاعلامي هو اللي يقوده. تعرف مثلا الفرات خلينا اربع برامج، اختارينا برنامجين. نعم. الايام كذلك همين اختارينا، يعني هو اختيار مو تقييم على مود لا ينفهم غلط. متاخرين بالحفل على اعتبار انه كان لرمضان السابق. لا لا لا، احنا كل سنه بشهر 11 يقام شهر 11. نعم. حفل قلقامش جائزه النجم الذهبيه للابداع والتميز الموسم الرابع هذا. ان شاء الله الخامس بيا اسم محمد. والله بعد ما اكيد ان شاء الله انتم تنورونا. الله يطول العمر والصحه. الله يسلمك. وللمعلومه استاذ. نعم. علي انه هذا الحفل يقام هو بتمويل ذاتي. يعني اي جهه سياسيه او غير سياسيه سبونسر دعم الحفل. ماكو سبونسر موجود، يعني هذا من حق اي حفل. نعم. بس شيء مو ربحي، لان احنا اذا اكتشفت. نعم. احنا حتى دعوات الجمهور كانت يعني كلش كلوز، يعني حضور في اي بي ما قدرنا نسوي دعوه. نعم. عامه، لان اذا نسوي دعوه عامه نحتاج نسوي بملعب الشعب مسرح. مو صحيح. فعلا. فاحنا سوينا حتى الحضور اختاريناه قدر المستطاع. تعرف هسه النقد السوشيال ميديا. فعلا. فعلا. وبعض الاعلام سيقول لك ها ليش ما اختارني ليش ما، فممكن يعني هو من حقه. بس انا كل سنه علي او اي حفل ما نقدر نجمع كل الاعلاميين بموسم. مستحيل يعني. ولا كل الفنانين، هاي راد لنا ميزانيه الدوله. ميزانيه الدوله يعني. فاحنا بامكانيات لازم بسيطه تكون. درجة أولى ثانية تصنيفات. بس أكيد إحنا كل موسم يكون، بس أكثر الإعلاميين والفنانين اللي تم اختيارهم هم عندهم عمل. عندهم يعني عمل، يعني ما عاطلين على العمل. لا 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 لا. جيد. أكثرهم جي. يعني الإعلاميين كان عندهم. متواجدين على الساحة. نعم. حتى الفنانين. نعم. عندهم أدوار، نزلت مسلسلات على الشرقية على اليوتيوب. ممتاز. على قناة الأيام أو غير قناة أخرى فضائية، وتم اختيارهم وليس تقييمهم. وتم تكريمهم بجائزة النجمة الذهبية للإبداع والتميز العام 2022. بالتوفيق إن شاء الله نشوف الموسم الخامس. إن شاء الله تكون ويانا لازم. يعني تكون أحد المكرمين. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، وصلنا معكم لختام تغطيتنا لمهرجان النجمة الذهبية بدورته الرابعة. على أمل اللقاء بحلقة وتغطيات جديدة. إلى اللقاء.